بس هنرجع نكمل كلام حول مقاطع من كلمة الرئيس النهاردة، أو خليني أقول لك حديث جسور من رئيس الجمهورية. بس معانا على التليفون دكتور مايا مرسي، رئيس المركز القومي للمرأة، المجلس القومي للمرأة. أهلا بك يا دكتور مايا. اهلا استاذ، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك استاذ؟ كله تمام. حضرتك النهارده بطبيعه الحال كنت من الحاضرين في هذه الجلسه، بل ومن الاعمده الرئيسيه في هذه الجلسه، وكان لك كلمه على دور المراه، وايضا يمكن جزء كبير من اللي احنا سمعناه هو مساله التمكين الاقتصادي للمراه ورفع درجات الوعي. دكتور مايا، بتشوفوا ده ازاي في المجلس، والاليه اللي هنعملها خلال الفتره الجايه، خاصه من احنا كنا اللي سمعناه انه ما فيش رفاهيه للعدول عن هذا المشروع؟ اشكرك استاذ يوسف. انا يعني اعتقد ما عندناش رفاهيه للفشل، مش هنقول للعدول. احنا ما ينفعش ندخل في المرحلة الحالية ويبقى في أي شك في الفشل. فالحمد لله يمكن المرة يعني دخلنا في خطط سكانية كثيرة وحوارات واستراتيجيات يعني ذكرها الدكتور ماجد عثمان وذكرتها الدكتورة هالة السعيد كثيرا. المرة دي أعتقد أن التنسيق والتكامل اللي بين كل الجهات الحكومية هيخلي، والمجتمع المدني طبعا، هيخلي في يعني نجاح ان شاء الله نتوقع كبير. وكمان القياده السياسيه يعني بتقود هذا العمل باراده، في اراده سياسيه كبيره جدا للنجاح. التمكين الاقتصادي للمراه احدى الاعمده اللي موجوده في المشروع. ويمكن انا قلت حاجه قبل ما اقول التمكين الاقتصادي، انا قلت انا مش عايزه المجتمع ولا نتخيل ان عبء يعني ضغط النمو السكاني هيقع فقط على عاتق المرأة، لأن المشكلة عندنا إن المرأة مظلومة في هذا الموضوع. هي اللي بتبقى عندها التهديد من إن لازم تجيب الولد، فتفضل يعني صحتها بتروح علشان ترضي المجتمع. هي ما بتبديش نفسها، بس هي بتشعر بعدم أمان. فإحنا عايزين بس نقول إن السيدة اللي بتحصل بين الأطفال مبعدة، أو بيحصل وعي ان الصحه دي انت محتاجاها عشان تربي ولادك، محتاجاها على كل المستويات، يبقى عندك الوقت الكافي لتقعدي فيه مع ولادك، وعندك الصحه الجيده لتربي اطفال ونشء يعني صحي جيد. فقلنا ان التمكين الاقتصادي هو اللي بيخفض معدل الانجاب. على فكره ده مش كلامنا، ده الدراسات العالميه كلها بتؤكد هذا. والسيده اللي بتنزل لسوق العمل هتلاقيها بتخلف على فترات، مش هتخلف الولاد او تنجب الولاد كلهم ورا بعض. هتفكر هطلع من سوق العمل، طب هدخل في سوق العمل مره ثانيه ازاي؟ ووجهت رساله ان يا ريت السيده اللي تدخل سوق العمل القطاع الخاص ما يطفشهاش بقى، يعني تدخل سوق العمل ويتمسك بالتدريب اللي هيدولها، بالتاهيل اللي هيدولها، لان خروجها ودخولها سوق العمل خساره كبيره على الدوله. طيب المجلس القومي للمراه هيشتغل على الشمول المالي، ودي هتبقى المبادره الجديده في هذا العمل. فنشتغل على كل الكرة المبادرة لتمكين السيدات من خلال استخدام وسائط إلكترونية أو تطبيق إلكتروني، علشان يحصل نوع من الادخار والإقراض في المجموعة الصغيرة، فيقدروا يبدأوا يعملوا مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر. خلي بال حضرتك، ما كان الأول بنقول إيه؟ السيدات بتخاف تدخل البنوك. لا، إحنا نزلنا البنوك لغاية السيدات لتقديم الخدمات المالية، فبقى في وكيلة مصرفية بتعديلات عملها البنك المركزي تنزل لغايه باب البيت السيده تقدم لها الخدمات المصرفيه من البنوك. ومعانا اول بنك دخل معانا البنك الزراعي. عظيم. وطبعا بالاضافه للتدريب، بالاضافه للتثقيف المالي، بالاضافه لمشروعات صغيره ومتوسطه ومشروعات انتاجيه هتحصل في القرى حسب الميزه النسبيه اللي هتبقى موجوده في القريه. وفي حرفه او في مهنه معينه ممكن السيدات تمتهنها في القريه، هنشتغل على الميزه النسبيه دي. لو في قريه بتزرع فراوله هننشف الفراوله، او لو في محافظه هنقدر نشتغل فيها في اكثر من مشغل، اكثر من دكتور مايا تسمحي لي بالمقاطعه؟ اتفضل يا فندم. اشكرك. طب انا عندي 47 سنه يا دكتور مايا، بقول كده ليه؟ انا وانا في الجامعه كنت اشوف زميلات من أسر ميسورة الحال جدا قوي خالص بيتخطبوا من وإحنا في الجامعة، ويتجوزوا وإحنا في سنة ثالثة أو سنة رابعة مثلا، وبيبقى الكلام اللي داير، الكلام ده بقاله أكتر من 30 سنة، هو الكلام اللي كان يدور وقتها إنه وليه ما تجوزش
وبعدين هو البنت ليها ايه غير انها تتجوز وتخلف مش لازم تشتغل، وهي خريجة جامعة راقية وتخصص جميل ورائع ومطلوب الى اخره. فدي نقطة، احنا ازاي هنقدر نفهم الناس ان المسألة ما هياش متعلقة، عشان مش عايز الناس تفهم مسألة التمكين الاقتصادي بمعنى ان احنا بنتوجه بس لفئات بعينها. طب ما هو في ناس ميسورة واغنية وبيفكروا بنفس الطريقة، انا هتجوز واخلف وربي العيال، ولقينا انه اغلب الزميلات دول خلفوا 3 و4 عيال فعلا مش هزار، وهم متعلمين، ولاد متعلمين ومن اسر اغنية الى اخره. أستاذ يوسف، النقطة اللي حضرتك حطيت إيديك عليها دي نقطة غاية في الأهمية. زمان كنا بنقول يعني، طبعا احنا تقريبا انا وحضرتك نفس الجيل، بس خليني اقول لك ان زمان كانوا يقولوا لنا ايه، العلم التعليم سلاح للبنت، صح؟ البنات دلوقتي بقت كلهم متعلمين، معظمهم متعلمين. احنا بنقول النهارده ان العمل هو سلاح البنت، او لان بدون عمل الظروف الاقتصادية على فكرة على كل المستويات، يعني البيت اللي بيبقى فيه مشاركة بين الرجل وزوجته في الدخل أكيد مستوى الاقتصادي هيبقى أفضل. الأسرة اللي بتنشأ على اجتهاد صدقني أولادهم هيبقوا طالعين حاسين بثمن المجهود اللي الأب والأم ده بيدفعوه عشان يجي الفلوس. إنما لو سيبنا الولاد علشان إحنا عندنا الفلوس، ده احنا شعب يعني المفروض متربين على لو خدت من تل فلوس هيختل في يوم من الايام. مفترض ان ربي نشأ عارف ان العمل مش بس عشان يبقى عنده فلوس، العمل ده عمل عباده، العمل للسيده وللرجل وقيمه وتحقق وكل حاجه، قيمه وتحضر. وعلى فكره السيدات اللي بتخرج وبتشتغل وبيبقى عندها وعي ايه اللي بيحصل في المجتمع في غاية الأهمية، بترجع لبيتها عندها يعني وعي، ممكن نقول هيبقى في مجهود عليها كبير، وهيبقى عمل يعني عمل في البيت وعمل بر جوه البيت وبره البيت مجهود كبير. السيدات بتخرج من سوق العمل عشان المجهود ده في كتير ما بيقدروش عليه. بس عايزة أقول لحضرتك على حاجة برضه، اتفضلي. السيدة اللي داخل المنزل وبتربي ولادها وبتعمل مجهود وعارفة إن أسرتها الصغيرة دي بمجهودها اللي داخل المنزل مهم وبينجح، انا ما بقللش بتاتا من صح. عمل من عدم نزول السيده للعمل، لا ده على فكره الست اللي قاعده في البيت كمان بتشتغل، هي بتعمل مجهود طبعا وبتنتج بدل ما تودي دروس وبدل ما تعمل يعني في حاجات كتير قوي بتعملها في البيت هي لوحدها. بس انا بقول ان السيده اللي بتخرج للعمل فرصه الانجاب اكثر من طفلين بتبقى اقل، ده بالطبيعي. مظبوط مظبوط 100%. وعايزه اطمن بس الناس، السيدات اللي في الطبقه اللي حضرتك بتتكلم عليها، صدقوني الولاد بيبقوا فخورين جدا ان امهم بتشتغل، فخورين جدا ان مامتهم مديهم وقت اثناء كل المجهود اللي بتعمله. وبنربي جيل عارف ان الابن اللي بيلاقي مامته بتشتغل صدقني بيبقى عنده احترام لدايره العمل اللي بتبقى فيها زوجته، فبيتربى كمان شاب قوي جدا وشاب متعاون جدا وزوج يعني بيهتم بزوجته، مش بيبقى حاسس ان كل الحاجات دي المفروض طبيعي جدا تبقى موجوده في المحيط بتاعه. احنا بقى بنقول للبنات دلوقتي خلي بالكم كمان ان الحياه الاقتصاديه في المرحله دي لا محتاجه العمل، محتاجه الانتاج، اشتغلي من البيت. على فكره بقى في شغل دلوقتي بنقدر نعمله من البيت كتير، في سيدات كتير بتقوم بمشروعات صغيره ومتوسطه داخل البيت، كل ايد لازم تنتج. لو احنا بنفكر النهارده، يعني سعدت جدا بالسيد الرئيس لما قال هذا المشروع مش مشروع تنميه الاسره المصريه، ده مشروع تنميه الدوله المصريه. صحيح، البلد كلها هيبقى فيها نهضه وهيبقى فيها عمل، وبنشوف الدول اللي بتشتغل فيها كل الناس بتصل لايه استاذ يوسف، بتصل الى مراتب كبيره جدا من التمكينات ومن الاقتصاد اللي فيه رفاهيه. انما احنا عايزين كل الناس تشتغل، عايزين الناس تجتهد. وعايز اقول لك ان الستات كمان، يعني انا بقول يعني دور انتاجي، بس والله احنا بنشوف سيدات بتعمل اعمال اكثر من رائعه من داخل منزلهم وبتعمل شغل ومنتجات متميزه. عشان كده احنا ركزنا على المشاغل وخروج منتجات ممكن قابله للبيع وقابله للانتشار. طالما السيده عايزه تاخد بالها من ولادها وتشتغل في البيت، ليه لا ما تشتغل في البيت وتنتج وتاخد عائد يضر يعني بنجاح عليها وعلى اسرتها. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله بكل التوفيق يا دكتوره. اشكرك جدا 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 دكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراه، في حديث على
الجلسة النقاشية بتاعت النهاردة تنمية الأسرة المصرية، أو يمكن زي ما أشار إليها الرئيس هي تنمية للدولة المصرية بشكل عام.